نسيت أقول عليها، بالفحص السريري للطفل المصاب بفقد حجابي، إنه ممكن شي صار فوق بالبطن، فبيصير البطن اسمه زورقي، بيصير هيك خافس وكل شي بيصير لأنه كل شي صار فوق. تمام. وكمان في شغلة هي ما مذكورة بمنهاجنا بس حلوة، إنه شلون ممكن نفسر ال يعني ممكن يصيرها، ممكن يكون تفسير مواه السائل الأمنيوسي بسبب انضغاط المري، انضغاط المري بالأحشاء المنفتقة عبر الحجاب، ممكن يعني تكون هي سبب لا شو لا الاستسقاء الأمنيوسي. يعني هدول معلومتين مو بالمنهاج بس حلوين. ما المطن الزورقي عفوا موجود بس الصدر يكون ايه الصدر يكون برميلي يعني بارل تشيست، ونسمع ايضا يعني اصوات ال حلو، اصوات الامعاء في الصدر رائع. تمام، بالفحص السريري اصوات الامعاء في الصدر حلوه جدا هي. وتمام، وبالصوره مثل ما شفنا القلب كله منزاح والامعاء عم تضغط، وبال ومواه السائل الامنيوسي ممكن يتفسر بهالقصه. تمام، هلا نرجع معناتها لرتق العفاج. رتق العفاج معناتها يمكن انه طبعا نشوف هي العلامة بالتصوير، والفكرة انه الاقياء نشوف اقياء تالي للرضاع. تمام. طيب والانبوب، اذا حطينا انبوب لوين بيصل؟ انبوب، اذا فوتنا الانبوب الانفي المعدي للمعدة. تمام، بيصل للمعدة، يعني ما حيكون في شيء يعيق مساري. كمان هذا الشيء بيدلني انه ما في رتق ما قبل العفاج، ما في مثلا بيعضو تاني بالمري او الى اخره. تمام، معناتها ما ننسى برتق العفاج انه ما في علامات عسرة تنفسية، والعرض الاساسي هو اقياء تالي للرضاعة صفراوي غالبا. تمام. وطبعا اذا اخذت صورة شعاعية غير قصة الفقاعة المزدوجة، شوفوا شلون الامعاء ما فيها هواء، يعني الهواء جاي بس من منطقة ما بعد التضيق، ما في هواء ببقية الكولونات. تمام، انتبهوا لهالمعلومة، لأنه المصدر الأساسي لهواء الأمعاء بيجي من الابتلاع. هاي شغلة، هاي علامة كتير مهمة، ها خلوها ببالكم هلأ مشان كمالة المقاربة. معناتها هالأربع معلومات برتق العفاج رجاء ما ننساها. تمام، ما في علامات عسرة تنفسية، في إقياء تالي للرضاعة غالبا صفراوي، إذا فوت الأنبوب بيصل للمعدة، وفي عندي الفقاعة المزدوجة، وما في شو ما في هواء بالأمعاء. هلا الخيار يلي بعده عنا، قال رتق مري مع ناسور رغامي. رتق مري مع ناسور، شو يعني هذا الحكي؟ الأكل ما حيوصل على المعدة، بس عم شوف شو بعتي لي على البوت. تمام، برافو، في ناس عرفان الجواب. تمام، ايه شو قلتي؟ رتق مري معناتها حس في ارتجاع، هذا الطبق رتق مري في ارتجاع، شخص يكون معناتها في ناس ورغامي. ايوه. طيب والانبوب؟ هلا شكله بالصورة انبوب مثلك مو؟ وين وصلان الانبوب هنا؟ يعني فايت ورجع للطالع، يمكن فايت للطالع. ايه شو كمان، حدا عنده توصيف للانبوب؟ وين مكانه؟ وين جاي هاي الصورة؟ حدوده النهائية. في عنا هون انبوبين، واحد فايت بالرغامة واحد فايت بالمري، وين وصلان الانبوب؟ انا الانبوب المعدي وين هدفي وصله؟ اسمه انبوب معدي، هدفي هدفي يصل المعدة، وين المعدة بتجي؟ منطقة الشرسوف عمدية اكيد اقل من هذا المستوى، اكيد نازل لتحت اكتر، فهو ما له فايت. هاي شغلة. طيب هاي نقطة لصالح رتق المري. اي طيب شو دخل انه في بتلمع كتير مفرزات، وشو دخل الاستسقاء الامنيوسي اذا حبينا نفسره بهالسياق؟ شو دخل الاختناق والسعال بشغلة فيها رتق مري؟ مري شو دخله بقى بالاختناق والسعال؟ فسروا لنا. طب غيره، بدي حدا جديد، بدي حدا هيك من الصامتون بالاسفل، تفضلوا، في ناس رافعة ايدها، تفضل. ذات رئة استنشاقية، ممتاز، حلو.
عم يصير في عندي استنشاق. ممتاز. فهو الدكتور هون قال انه انا ايه فيني فسر الاعراض التنفسيه بسياق هي الحاله اذا في عندي شو ناسور. شو يعني ناسور؟ يعني اتصال شاذ بين ظهارتين او بين ظهاره وسطح الجلد، يعني هو اتصال شاذ بين البنى. تمام، حلو هذا الحكي. طب هلا لنفرض حطنا على جناب حبينا اخذنا فيه، نشوف بقيه الخيارات بركي في شيء اقوى لسه. طب ما قلتوا لي الاستسقاء الامنيوسي والمفرزات اللي بالفم هي شو بدي اعمل فيها؟ ممكن تتفسر بها السياق ولا لا ما بنقدر نفسرها؟ شو يعني استسقاء امنيوسي؟ يعني زياده بالسائل حول الجنين. شو المصدر الاساسي؟ شو المصدر الاساسي للسائل الامنيوسي؟ المصدر الاساسي بول الجنين. ممتاز ممتاز، بول الجنين. ولحتى يطلع هذا البول بده يكون الجنين شو عامل؟ أبلع. شربان عم يبلع. ممتاز، معناتها تزبط هاي القصة هون انه الاستسقاء الامنيوسي. تمام تزبط، تزبط انه تمام انه عم يصير في عندي ما عم يبلع. تمام، فعم يضل السائل. تمام، ما عم يصير في عندي تجديد او يعني نقص بحجمه. حلو. طيب هلا عم يقولوا لي الخيار اللي بعده للتقمري معزول. هلا قلتوا لي الناسور الرغامي هو اللي بدي يفسر فيه اعراض السعال والاختناق، وبالتالي ما رح تزبط معنا هي. طب عندي استنشاق العقي والحلقة الوعائية. شو يعني استنشاق عقي؟ ما هو استنشاق العقي؟ بيطلع بخوف تألم الجنين، فبصير في بحاله تألم الجنين، ما في عنده حاله نفس ومستنشق. شو يعني تألم الجنين؟ يعني يصرخ ويقول لك اخ مثلا؟ لا نفس اكسجين. تمام، هي اي حاله تسبب كرب. حلو حلو، اي حاجة. ممتاز، جميل هالحكي. طيب إلها علاقة انه هو مولود بالاسبوع 41 مع هاي القصة؟ طبعا. ليش؟ تعمل الحمل المديد عامل مؤقت. طب ليش ما يكون الخداج؟ يعني بالعادة الشغلات المرضية بتصير اكتر عند الخداج. ما بيكون مصاب لما اعرض جيت شبه الامعاء؟ يعني. ايوه بلشت تنضش. حدا عنده تفسير دقيق ليش الاستنشاق العقي يؤهب له الحمل المديد؟ يلي عنده ضوجة ارجوكم. هلا حقول انا التعليل. ليه هذا سؤال فحص؟ لماذا يحدث هي قصة استنشاق العقي في الحمل المديد ولا تحدث في الخداج؟ خلال الحمل المسرة الشرجية تكون مغلقة فيزيولوجيا وليس تشريحيا، يعني ما بيكون في غشاء او شيء سادد، لا، وانما فيزيولوجيا، يعني من الناحية شو؟ من الناحية الوظيفية. تمام، وظيفيا هي ما عم تفتح. مشان الله سكروا لي الصوت. هلا سكر الصوت لكل العالم، انا ما اعتقد. هلا معناتها تكون مغلقة فيزيولوجيا، مع مرور الوقت يحدث نضج عصبي، نضج عصبي فتنفتح. فمعناتها كل ما طول ببطن امه اكثر، كل ما وصل لمرحلة النضج هي اكثر، وبالتالي تزداد خطورة هذا التعقي. التعقي يعني انه يضغبط الطفل تغبطه الاول ضمن الرحم. طبعا ممكن يكون ضمن الرحم، ممكن يكون اثناء الولادة، بس المهم انه يحدث بسبب معناتها او بتأهب من الحمل المديد. ومثل ما قالت، العامل المسبب هو التألم الجنيني. لما يصير في عندي أي كرب، أي نقص أكسجة، بيصير في انفلات المسرات. العقي مؤذي جدا للطرق التنفسية، هو بمثابة فلاش، بيقشط قشط، بيأذي الظهارة، بيأذي الظهارة تبع الأسناخ، بيأذيها، ممكن ينخرها وتصل القصة لنزف رئوي، شغلة ما قليلة بنو. فبيعمل ذات رئة كيميائية. لما عم خرب جدار الأسناخ، تعرفوا أنتوا أنه في عندي قدرة، في مرونة بالأسناخ. تمام، في سرفكتان بالأسناخ، في خلايا عضلية ملساء بتحيط بالسنخ، ممكن تساعدني، أو بما ما قبل السنخ، القنوات السنخية هي بتتخرب بال هي المادة الكيميائية المؤذية. فشو بيصير في عندي؟ بتعرفوا انتوا الأمعاء كلها، بتعرفوا يعني هذا العقي رح يكون فيه نسبة كبيرة من الخمائر، خمائر البنكرياس وخمائر المعوية، بما أنه والصفراء، بما أنه لسه ما في أكل، فالخمائر حتكون مكون أساسي من العقي، فرح تعمل قشط تأذي الظهارة، تأذي السرفكتانت، وتأذي شو؟ جدار السنخ ذات نفسه. فبصير عندي ذات رئة كيميائية مع انخماصات، أمر كتير خطير.
طيب شلون بده يتجلى هذا الامر؟ سريري او شعاع عيان لحلاقي افتحوا لنا، انا ان شاء الله حاطه صوره باذن الله، حاطه ايه حاطه صوره بتذكر حالي فوق. شوفوا لي اياها بالله صفحه ولي على صفحة. والله كان ظابطه صفحه 6، ما بعرف ايش هيك طالعه. هلا هدول شايفين النقاط، نقاط بيضاء، ارتشاحات كثافات بيضاء صغيره منتشره بالساحتين الرئويتين، صفحه 6. هدول هن، هذا منظر وصفي ل هي تعقي السائل لذات رئه بالعقي، يعني استنشاق عقل. تمام، بتلاقوا الساحه الرئويه كلها شو كثافات، وطبعا بيكون في قصه حمل مديد، بيكون في قصه تألم جنيني. تمام، مثلا انسدال سرور الى اخره، مثلا ممكن انبثاق اغشيه باكر، اي شيء يعني اثر على الجنين، عمل عنده حاله ستريس، فالقصه بتساعدني والصوره الشعاعيه بتساعدني. فننتبه كثير له اختلاطات وخطير، وممكن حتى انه هو يتطور نحو ريح صدريه، وما تنسوا انه بينخر وممكن يعمل نزف، معناتها ممكن تنخر ونزف مثل ما قلنا، وممكن يتطور نحو ريح صدريه، وبيطور فرط توتر رئوي، اختلاط خطير له فرط التوتر الرئوي. بيحبون هدول الدكتور نادر انه ماذا ينتج عن الاستنشاق العقي، ريح صدريه او منصفيه، نقص سورفكتان، نزف رئوي، شرحنا هدول آليتهم واضحة، بيبقى فرط التوتر الرئوي، استمرار فرط التوتر الرئوي بشكل أدق. يعني إذا زاد معنا وقت بنحكي عنه، تمام؟ بعدين ما حيزيد شيء. يا إلهي كل الوقت لساتنا بحالة وحدة، لأنه ما حدا عم يشارك، يعني المشاركة ضعيفة نوعاً ما، ها؟ كل ما كنتوا أسرع كل ما مشينا أسرع، ما توقعت، حاطة أنا على أساس شي 5 حالات. طيب نحاول نسرع. فمعناتها هلأ استنشاق العقي ما بيزبط معنا هون لا شعاعيان، وبقية الموجودات ما فيني افسر الارتجاع وهالقصة هي. تمام، هلا اخر شيء في عندي شيء اسمه الحلقة الوعائية. شو هي الحلقة الوعائية؟ ما لنا سمعني فيها، مو موجودة منهاش، فححط عليها الصورة على السريع. شوفوا لي اياها، هي عبارة عن ايه تشوه من قوس الابهار، صح، فبيلف حوالين الرغامة والمري. شوفوا لي هالمنظر، مثل الابهر عم يعاني الرغامه والمري، فرح يعمل كمان اعراض هيك مثل عسره البلع. تمام، يعني بس ما رح نلاقي الاعراض ما رح تكون بهالشده. بمر الانبوب كمان هي الشغله، لانه الوعاء مرين، يعني عرفتوا شلون. والشغله المهمه انه بيعمل صرير، صرير لانه مستوى التضيق عالي، شايفين فوق مستوى القصبات بالرغامه، فرح يعمل صرير. فالعرض الاساسي له خلينا نقول صرير مع عسة بلع، يعني ما رح يكون في هالعسة التنفسية المهمة، ولا رح يكون في عندي مشكلة بعبور الأنبوب. ننتبه للقصة، ما مهم هذا، القصة ما نادرة، يعني ما أنا كتير مهتمين فيها. هلا نطلع بقى بالله، بس نشوف لنا شي شغلة تانية، شوف حسب الوقت. هلا هي الحالة ما بعرف ايش، كتير مغبشة والله، ما بعرف ايش هيك طالعة. حدا فهمان عليها صفحة 20؟ والله مو باينة، ما توقعت تطلع هيك. شوفوا لنا طيب صفحة والله، شو اسمها هي، صفحة 19 لا صفحة لا 18 كمان، هيك جاي هيك غير بروفايل، ميل ذكر حديث ولادة. تمام، حدا عنده مشكلة، حدا فايت بالحياة يقول لي مشان نطلعه بإذن الله. شوفوا لنا هون بقى، عندي ذكر شبو مولود بالاسبوع 35. شو يعني 35؟ تمام، معناتها هذا خداج. كيف بقسم الخداج من حيث الشده؟ ترى المولود بالاسبوع 35 مثل المولود بالاسبوع مثلا 29 24. شو بيفرقوا الاطفال من ناحيه الخداج؟ بشده الاختلاطات ونسبه البقيه، طبعا كله بيفرق. كل ما كان طبعا الخداج اقرب لتمام الحمل كان افضل، فهو يصنف الى خداج متاخر، يعني اقرب لتمام الحمل هو من بعد الاسبوع 34 لحد 37، المتوسط من 32 ل 34، والشديد تحت 28. فننتبه لهالقصة. تمام، هلا شو عم يقولوا لكم؟ انا اطور زرقاء بالشفاه واللسان، هي بالشفاه واللسان، شو بصنفها، مركزيه ولا محيطيه؟ مركزيه. تمام، تمام، زرقاء مركزية، حلو. هلا عم يقولوا لكم انه هو متسرع التنفس، عنده حرارته قال 37، منيحة هيك الحرارة بالنسبة لطفل حديث ولادة؟ حدا
حرارة بالنسبة لطفل حديث ولادة هيك منيحة؟ لا لا لا، ليش وإيه ليش؟ قديش الحرارة عند حديث الولادة؟ مو الخديش، خلينا نقول حديث ولادة، هي 36.5 لل 37.5، فمعناتها طبيعي. هلا نبضه قال 89، نبضه 89، يعني هو لازم 110 ل قدي لل 160، يعني ممكن نقبل، ممكن قال لحد 90 نقبل، خاصة ببداية الولادة، بس يعني ماشي الحال. هلا في عندي التنفس 65 حسب معاييرنا، متسرع فوق 60 لأنه ضغطه 8/5. ضغط الأطفال يميل لأن يكون منخفضا، يعني 5/7 يعتبر الحد الأعلى تقريبا للطبيعي، ماشي الحال. هلا الأكسجين 80 في هواء الغرفة، تمام. 80 بالنسبة لحديث ولادة، شو لحظة الولادة؟ لحظة الولادة لبين شي عشر، لبعد شي 10 دقائق بيكون الأكسجين مثل الحياة الجنينية، 65 لـ 75 تقريبا، تمام. بتزيد مع مرور الوقت، تمام. لحد أول 10 دقائق بتكون هيك، بعدين تبلش ترتفع طبعا مع انغلاق القناة الشريئة، هي نسيت شو اسمها، هي السرية اللي شو الكبدية. هلأ بالنسبة للفحص السريري، شوفي عندي بيري أورال سيانوسز، يعني زرقة مركزية بمنطقة منطقة الفم. معت لحد هلأ موجوداتنا شو؟ زرقة عند خديج لحد هلأ هيك عنا. قال ما في نفخات بإصغاء القلب ولا شيء، والصوت الأول والثاني طبيعيين. قال عطوه أكسجين 100%، تمام. فصار عنده الضغط الاو 32، ما بهمنا نحن هي التفاصيل بالنسبه لاطفال عام وطلاب طبعا ما بتهمنا. المهم انه اي مما يلي هو الاكثر احتمالا لحدوث هذه، هي بتهم بس يعني كارقام وكامور ما بت طبعا ما حنسال عنها اكيد. بالنسبه لهذا الطفل شو سبب الهايبوكسيميا عنده؟ عملوا لكم في عنده نقص اكسجين، مع هذا بنستنتج انه هو من بعد 10 دقائق. هو ما قالوا لنا قد ايه هلا عمره، عملوا لنا انه ولد بالاسبوع 35 بس ما قالوا لي قد ايه صار له ولدان، فمعناته طلع معي عم يقولوا لي في نقص اكسجين، وعم يقولوا لي انه 80 انه معتبرينه نقص اكسجين، نحن بعد 10 دقائق لازم يصير الحد الادنى 93 94. انتبهوا للقصه ها، بس انه لو طب مو قالي لي عمر الولاده، وانا عم لكم لحد 10 دقائق بيضل لحد ال 65 75، شو بدي اعمل؟ حسب السؤال كاتبي لي ما سبب نقص الاكسجين، وهذا عطوه اكسجين وضل هيك، معناته اكيد عم نحكي بعد 10 دقائق، بجوز عمره ساعة هذا الولد، ساعتين ثلاثة ما قالوا لي. المهم انا هلا عم قارب زرقة ونقص اكسجين، تمام، عند حديث ولادة. عملوا لكم في حدا ما فهم؟ هلا عم يقولوا ايه عنده نقص اكسجين ليه؟ هلا هن ما قالوا لك قد ايه عمره، انا عم اقول لك الاكسجين الطبيعية عند هلا واحد هلا ولدان عمره 10 دقائق لحد ال 10 دقائق، من ثانية واحدة ل 10 دقائق 65 لـ 75، تجاوزتي هي المدة المفروض يصل للمستوى الطبيعي مثل البالغين، يصير الحد الأدنى 94%، فهذا 80 وعطوه أكسجين، تمام. فمعناتها الزلمة، وعم يسألوكي إنه هو ما سبب الزرق، سبب النقص الأكسجين، فمعناتها هذا الطفل عمره بجوز ساعة ساعتين ثلاثة، ما كتبوا لي بس بستنتج استنتاج حسب المعلومة اللي عم لك ياها، عم فهمكم كيف نستنتج. هلا المهم عم يقولوا لكم هي الخيارات، بالله انزلوا انتان بالعقديات، بذات رئة، ناسور، ارتيريو فينوس يعني شرياني وريدي، وداء قلبي مزرق. ما عاد عنا للأسف وقت لمناقشة كل خيار لحال، حدا عنده شيء حسب يعني ما أخذنا هلا. لاحظوا هو في خيار ذات الرئة، ذات الرئة هلا شفناها، يعني هذا الطفل اللي شفتوه تحت طبعا رتق المري مع الناسور المريء القصبي كمان من الاسباب النادره، لحد هلا درسنا 3 اسباب نادره، الفتق الحجابي والناسور المريء القصبي وانسداد المنعر، تمام، هي الاسباب النادره، ودرسنا واحد من الاسباب قليله الشيوع يلي هو الاستنشاق العقيق، تمام. طيب هلا هون هدول كلهم شو؟ مقاربه عسه تنفسيه عند وليد. هلا هون شو حاطي لي؟ انت ذات رئة، ذات رئة فيكم تستخدموا المعلومات اللي اخذناها من شوي بالاستنشاق اللي صار. ناسور شريان وريدي، شريان وريدي هي اسباب نادرة، نادرة كتير بالرئة، تشوهات الرئة الخلقية كتير نادرة، اشياء واحد منها نقص التصنع، ان شاء الله اذا زاد وقت بنحكي.
اخر شيء داء قلبي مزرق، شو دخل داء القلب المزرق بهيك مقاربه؟ ليش نحطه نحن يعني هون الشكوى الاساسيه نقص الاكسجين؟ طب انا على السريع على السريع بالفحص السريع للطفل موجود شيء علامات سحب؟ علامات تمام عنده من علامات عنده بس زله، يعني عنده زله وعنده زرقه، اصواته القلبيه طبيعيه ما في نفخات. تمام شو مشكلته معناته هذا؟ طب لو نفرض انه في عندي زاتري قبل العقديات، ليش حاطين بالعقديات؟ بتعرفوا انه هي اشياء الجراثيم يلي بتسبب انتان مع حول الولاده، تمام، خاصه بحالات مثل انبثاق الاغشيه الامنيوسي. طيب في شيء حمى عند الطفل؟ شفتوا قديش حرارته؟ الحراره كافيه لنفين انتان حتى لنفي ذات الرئه. هلا طبعا لا في فكره انه الخداج حديثي الولاده ممكن يتظاهروا بانخفاض حراره بالانتان، فهذا حرارته طبيعيه، يعني ما عاد فيني فسرها بسياق شو اخماش. هي ساعتكم، حدا يكمل، يلا حدا يعطيني. ناسور شرياني. ناسور شرياني وليدي، ايوه. حدا عنده رأي تاني؟ طب قلي ليش لا؟ ايه بالفحص شو قلت؟ فحص السريري للقلبي لانه طبيعي. حلو. كلها طبيعية، ما في عنا لا انقسام ولا عنا نفخات ولا عنا شيء. حلو الحرارة نفت انت من بين اول خيارين والخيار الرابع. ايوه. الخيار الثاني. جميل. طيب هل الاصغاء الطبيعي ينفي عفة القلب الخلقية؟ هون السؤال. والفكرة الثانية انه الناسور الشرياني الوريدي، هلا هو بصراحة ما لقيت عنه ولا ما محطوط لا بمرجع الوطني ولا بمنهاجنا، فمشان ما حطيت عليه شرح، انا ما توقعت حدا يحب يختاره، يعني ما موجود هذا، ما لقيت له بنه وجود. وانا بعرف انه بيتظاهر بعمل اكبر من هيك بصراحة، ما بعرف بقى اذا ايه. تفضل تفضل دكتور. الضغط هون طبيعي، فانا في قصة الناسور الضغط طبيعي، ما كان اثر على الضغط، يعني الناسور الشريان الوريدي كان اثر على الضغط. ناسور حلو، تمام هذا الحكي صحيح. هي عامل لك الدكتور انه الضغط هون سوي. هلا السؤال، ممكن انه يكون في عندي آفة قلبية؟ طب انت عم تقلي بدك نفخة، بدك نفخة معناته انت عمين عم تدور؟ انتبه شو 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 المشكلة اللي صارت، رجع راجع معلوماتك. حدا انتبه شو الصغرة هون الصغيرة بكلام الدكتور؟ عم يدور على نفخة الدكتور، ما هيك؟ وهون الآفة شبهها. حدا لقط المشكلة؟ خليني احكي، مين بده يحكي؟ بس يميل الضوجة حواليكي، تفضلي. دقيقة، ما عاد تقدر تخلي حدا يحكي، ما بعرف ليه. شو عم يقول الدكتور؟ عم يقول دي انفي آفة القلب لأنه شو؟ لأنه ما في نفخة، صح الحكي؟ ما عم تقدروا تحكوا، ما أنا فتحت الصوت، إذا حدا عم يحكي ما عم نسمع. ما بعرف شو صار بالصوت على هالحظ. حدا شو علي ايه بس ايه اتفضل دكتور. فهمنا السؤال على السريع، خلونا نلحق شي حالي بهالوقت هذا اللي عم تتحذروا فيه. يا جماعة اطلعوا على الخيارات، واضح واضح الجواب. معناتها صار في مشكلة بالصوت لحتى ما عم اسمع صوت حدا. طيب هلا نحن هون عم نحكي انه ما في نفخة، ماشي؟ النفخات وين بنسمعها؟ بالافات القلبية غير المزرقة، VSDA SDBDA. نحن حاطين بالخيار افة قلبية مزرقة، افة قلبية مزرقة مثلا مثل تبادل منشأ الاوعية، هي ما بينسمع لها نفخة. فهمنا الفكرة؟ تبادل منشأ الاوعية الكبرى مثلا، رباعي فالو مثلا، او رباعي فالو طبعا زرقة طبعا ما بتكون حول الولادة منذ الولادة بعد 6 شهور. افضل مثال خلونا نحكي عليه تبادل منشأ الاوعيه، لنفرض هاي الحاله هيك، طب هذا ما فيه زرقه،
طلع الابهر محل الرئوي، شو بده يصير في عندي؟ ممكن اسمع شويه زياده جريان عبر الصمام، طبعا مستحيل حدا تخطر له انه اذا في شويه زياده بالجريان انه هي نفخه، لانه اصلا بيكون الضغط مرتفع عنده، يعني بيكون قصدي الجريان لسه يعني عندهم هؤلاء الاطفال يعني قلبهم متسرع وهيك، ما رح يقدر الطبيب اكيد يميز هيك شغله يعني ما موجوده. اذا بتفتحوا تبادل المنشأ الاوعيه الكبرى بتقولوا تلاقوا لا اصغاء، لا شيء مميز بالاصغاء، افات القلب المزرقه ما فيها شيء مميز بالاصغاء، فالو فيه اشياء فيه موجودات مميزه بس ما بتظهر فور الولاده، ظهر بعد 6 شهور، بتعرفوا هي من الدكتور رشيد تمام. فلنفرض هي الحاله تبادل منشأ اوعيه من اهم الافات المزرقه، بتظهر بزرقه عند الولاده، هي العلامه الاساسيه فيها. طيب وين بدي اسمع نفخه؟ فهمنا شلون؟ انتبه جدا. انا حطيت هي الحاله، هي الحاله بس لوضح انه افات القلب الولاديه قد تتظاهر بعسه تنفسيه مثل ما شايفين، في زله يعني تنفس 65 بعتبرها زله، وفي عندي هالزرقه هي طبعا المركزيه مو المحيطيه، وفي شغله صعي انه زرقه تتحسن على الاكسجين ولا تتحسن على الاكسجين، كمان هي معلومات مهمه بافات القلب. والشغله المهمه النفخه، اذا لم نسمع نفخه هذا لا يعني انه لا يوجد افه قلب، لانه نحن عم نحكي على افات مزرقه، انا ما بيهمني الا الافات غير المزرقه تمام. انتبه لهذا القصة. هلا انا ليش بيعطوا معالج الاكسجين؟ حتى في كمان عندي مثلا في الزلة التنفسية العابرة عند الوليد، العسة التنفسية هي تبع الاخشية الهيالينية، وهالاشياء هي تتحسن على الاكسجين تمام. فانتبهوا لهالموضوع. يعني هي معناتها الاسباب، كمان افات القلب الوعية هي من الاسباب خارج الرئوية المحتملة للعسر. فصار عندي لحد هلا من الاسباب قليله الشيوع، اخذنا استنشاق العقي وناقشنا شوي ذات الرئه، يعني ذات الرئه ممكن تكون بسياق استنشاق، ممكن تكون بسياق العقي نفسه، ممكن تكون بسياق انتان ما حول الولاده، ممكن تكون ذات رئه خلقيه مثل الروبيلا والحصبه مدري شو، دول بيعملوا ذات رئه خلقيه. يعني بدي احط ببالي انه في علامات متلازمه انتانيه يعني ببالي. بدي طبعا ما انسى قصه الكثافات بالساحتين الرئويتين. واخذنا كمان من الاسباب النادره اخذناهم كلهم، فتق الحجابي، الناسور المريئي، الرغامي مثلا، ورتق المنعار. الاسباب خارج الرئويه اخذنا واحد هو افات القلب الولاديه. لسه في قال ايه لسه في بظن انه نحن يعني انا لقيت انه استفتاء سابق انه الطلاب ما بدهم جلسه طويله تمام، فمشان هيك طبعا لسه ما خلصنا، لسه في كتير حكي. يعني عملنا مقاربة بس لنفهم شو عم يصير، بتمنى يعني يكون في تفاعل أكبر. كنتنا والله أعطي الهيالينية والزلة العابرة تمام. هلا للمرة الجاية إن شاء الله لحاول ولو طلع حالات كيس ريبورت أو شي يعني، بس حيث إنه حط لكم حالات عليهم، لأنه هي أشياء سبب الزلة العابرة، بس هيك شوية زلة عابرة سببها نقص بارتشاف السائل الرئوي، وتحدث عند الولدان بتمام الحمل خاصة المولودين بالقيصرية. إن شاء الله المرة الجاية نحكي عنها هي وتبع الأغشية الهيالينية المؤهب إلى السكري الأمومي. وإن شاء الله بكفي بس دول التنتين، يعني إذا لقيت حالة ثالثة ممكن مهمة أحكي عنها، لأنه بدنا ننتقل بقى لمقاربة اليرقان عند الوليد، هامة جدا 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 إن شاء الله. وبعدين بقى نشوف شو ناخد. يعطيكم العافية. حدا عنده مشكلة سؤال شغلة؟ بتمنى يعني هيك نحضر أكتر نستفيد، لأنه هلأ مثلا لما تدرس انت مرض ماشي، واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد، لا ما في فائدة، ما في قدرة على استخدامه بالحياة السريرية الا اذا عملت مقاربة. فهموا علي كلمة مقاربة؟ يعني نعطيك بيعطوا الطالب بيعطوا الطبيب خوارزمية مخطط منطقي يمشي عليه ويفكر بكل الحالات المسببة لعرض. فانت بمرحلة الطب السريري بدك تنتقل من قصة دراسة امراض بصمية لقصة انك انت لما يجيك شخص بعرض تعرف تجمع كل الامراض يلي ببالك لحتى تصل لسبب هذا العرض من بين هاي الامراض. فهمنا اهمية المقاربات اللي عم نعملها؟ المقاربة اهم من الدراسة البصمية. الدراسة البصمية ما لح تخليك قادر تتعامل مع حالة. يلا اذا سألتكم سؤال، طفل اجاكم بقصة اختلاجات على الاسعاف، شو اول شغلة بتعملوها؟ بظن ما حدا يعطيني الجواب اللي بدي اياه. فرجوني شو ممكن يطلع معكم طفل جاي بقصة اختلاجات. لنفرض عمره اسبوعين، اعطوني جواب لشوف. انا برايي طريق هوائي. طب نوبه اختلاج، نوبه اختلاج مو حاله صرعيه، نوبه اختلاج مو حاله صرعيه تمام. رقم واحد السكر، رقم واحد السكر، رقم اثنين
لنفرض هذا الطفل عنده حمى وعمره 4 5 سنين، شلون صارت المقاربة؟ شلون صارت المقاربة؟ رقم واحد شو بيصير؟ تحري. رائع ممتاز. رقم واحد بيصير تحري علامات صحائية بالفحص السريري وبزل سي اس اف، ممتاز. طب اذا قلت لكم هذا الطفل عملتوا له تحليل بول ولقيته نقص شوارد، نقص شوارد، كيف تصير المقاربة؟ نقص شوارد، عملت تحليل بول ولقيت نقص شوارد عن هذا الطفل، يعني عنده جاي بقصة نومة اختلاج. شو ممكن نفكر؟ لقيت كل شيء نازل، المغنيسيوم والسكر والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والبيكربونات. ممكن بدك تحط شيء كباب كلية. كباب وكلية، قربت، ممتاز. سبب كلوي، رائع، سبب كلوي، ضياع كلوي، حماضات انبوبيه متلازمه بارتر الى اخره، تمام. فمعناته انا بيهمني، انا ببالي امراض، هاي الامراض سمعاني فيها اخذينا، بس شلون بدي اوظفها امام عرض؟ شلون بدي اقارب امام حاله؟ في خطوات 1 2 3 4، في معايير التشخيص، وفي كمان تدرج بالاستقصاءات. انا مو معقول كلف المشفى، خاصه اذا مشفى عامه او اذا جاي المريض على حسابه الخاص، حطته 200 الف تحاليل وصور وانا لسه مالي متوجه، تمام. فهمنا هالقصه؟ ان شاء الله عم حاول اشتغل على القصه، قصه المقاربات من السنه الماضيه، فبتمنى انه نهتم فيها بعد ما نجمع كذا مرض، نحاول نحطهم بمقاربه اسمها. اذا حابين تطلعوا اي مقاربه على النت بتكتبوا ابروتش تو كذا، مثلا تو اتشيلد ويز، مثلا حطوا ريسبيراتوري ديستريس، حطوا مثلا جانديس، حطوا انيميا، فبيطلع لكم مخطط شامل بتقدروا من خلاله تتوجهوا للخطوات للمقاربات، تمام. وان شاء الله نحن نشتغل على هالقصه يعني بالدروس الجايه. يعطيكم العافيه.